وبمن دعمه يا الله. اللهم عليك به وبملوك السعودية، اللهم عليك به وبأمراء الإمارات، اللهم عليك به وبالسيسي ومن سايسه يا الله. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا الله. اللهم ربنا إنك تعلم أنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد. اللهم عليك بمن قصف الأبرياء، اللهم عليك بمن خرب البيوت، اللهم عليك بمن دمر، اللهم عليك بمن دمر البيوت، اللهم عليك بمن قتل الرجال، اللهم عليك بمن رمل النساء، اللهم عليك بمن يتم الأطفال، اللهم عليك بمن قتل حملة القرآن، اللهم عليك بمن قتل حملة القرآن، اللهم عليك بمن رمى بهم في المزابل، اللهم عليك بمن رمى بهم في المزابل، اللهم عليك به يا الله، اللهم عليك به يا الله، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالجود والإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، مشتتون فاجمعنا، مشتتون فاجمعنا، قلقون فثبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة الإسلام وبهدى خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. الله أكبر.